السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب الدويرة، حيث أن الأشغال تاع التهيئة حول الملعب مازالت مستمرة وفيه يعني تطور كبير في قضية التهيئة. سمعت كثير من الناس أنه يقولوا بلي الملعب هذا هو أسوأ ملعب، لكن أنا نطلب منكم حاجة، يا أنه ننتظر نهاية الأشغال باش نحكم على الملعب هذا، لأني أنا أظن أنه بالعكس سوف يكون واحد من أجمل الملاعب نتاع الملاعب هذه في الجزائر. خليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم بزاف، والسلام عليكم.